سقطرى الجزيرة ذات المظهر المدهش والجوهر الأكثر دهشة، محط أطماع الدول الإقليمية والدولية على مر التاريخ، خصوصا عندما يكون اليمن ممزقا وضعيفا ولا يستطيع الاحتفاظ بلؤلؤته التي تتموضع في قلب المحيط الهندي وتسكن بالقرب من القرن الأفريقي، ما يجعلها واحدة من أهم الجغرافيات السياسية الحساسة. هي كما كان يسميها الإنجليز جزيرة الأحلام، أروع جزيرة على وجه الكرة الأرضية. أشجارها نادرة، طيورها نادرة، حيواناتها نادرة، كل شيء فيها جميل ونادر. مقاربات علمية وصفت الجزيرة بالمكان الأكثر غرابة في العالم، كما جاء في تدوينات الرحلات الاستكشافية التي أكدت أن ثلث أجيال الجزيرة ونباتاتها لا توجد في أي بقعة على الأرض. في العام 1990 قام فريق من الأمم المتحدة بإجراء مسح للحياة على الجزيرة، محصيا قرابة 500 كائن حي لا نظير له في كوكب الأرض، في الوقت الذي اعتبرتها منظمة اليونسكو في 2008 واحدة من أهم المواقع الطبيعية التي تشكل إرثا عالميا.